عقد صباح اليوم رئيس حزب الاشتراكية الإفريقية من أجل التجديد إبراهيم غلام الله عقد مؤتمرا صحفيا أمام مختلف وسائل الإعلام العامة والخاصة، وتناول المؤتمر المستجدات والأوضاع السياسية بالساحة الوطنية. الزميل أحمد ياسين عبد الرحمن حضر المؤتمر وعد لنا التقرير التالي. مختلف المستجدات والأحداث السياسية والأمنية والاجتماعية التي تشهدها الساحة التشادية، تصدرت المؤتمر الصحفي لرئيس الحركة الاشتراكية الإفريقية من أجل التجديد MCAR إبراهيم غلام الله أمام ممثلي وسائل الإعلام العامة والخاصة، حيث تطرق في حديثه إلى التقرير الذي قدمته إحدى المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، والذي انتقدت فيه تصرفات الجيش التشادي المشارك ضمن قوات حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى بممارسة أعمال ضد الإنسانية، إضافة إلى مقابلة رئيس الجمهورية في 25 من يونيو الماضي مع وسائل الإعلام الفرنسية، ورده الصريح عن استقلالية تشاد وحريتها وسيادتها الكاملة في إدارة شؤونها الداخلية وعلاقاتها في المحافل الدولية، والملتقى الدولي للشباب الأفريقي المنعقد في نجمينا في الفترة من 29 من يونيو الماضي وحتى 1 يوليو الجاري. واجب كان في وقت قال ندورنا حجو ده نحجو شندا شف دلتان انا مرق واننا كل كام ايدينا في كلام الكلام ده وللاخوان هنا الاوبوزيسيون القاعدين بكلهم في كلام هنا ماندا هنا ديبيتي دول سالوا ناس بنخليه يستقلوا شغل ده الناس استفقوا فوقا سو كونسنسس قبل قدروا برولونجي ماندا انا ديبيتي ده نقول شغل ده كونستيتيونيل دستوري ما انا ما شغل ساكت بس كان انت زئيل بتقول فلان دلي ولا شيء شباب ده واجب لا الحكومه تقف مع تاديه بقول اكومبانيمون الشبان ذاته سالوا تالوا بحقوقه بس كده النادم ده انت تالي بحقوقك قبل الناس بيساعدوك. وفي ختام المؤتمر أتيحت الفرصة للصحفيين بتقديم وطرح أسئلتهم واستفساراتهم للرئيس الحركة الاشتراكية إبراهيم أحمد غلام الله ورأيه كرجل سياسي في الوضع الراهن ورؤيته لتشاد المستقبل، فرد على هذه الأسئلة بكل وضوح.